يعني اعتقد اي حد بيتكلم على الديمقراطيه وان الدوله تتقدم لازم يبقى له مشاركه في الاستحقاق دوت عشان الدوله تحاول تكون بتسير اعمالها بكل مؤسساتها التشريعيه واللي ممكن توصل صوت المواطن في كل مكان، وتكون الاختيارات في القضايا المختلفه على قدر المسؤولية وبتعبر عن رأي المواطن نفسه. أعضاء مجلس الشيوخ أو أعضاء مجلس النواب، المجالس المنتخبة دي هي اللي بتعبر عن رأي المواطن المصري في كل القضايا، وهي اللي بتقدر تتناول القضايا الحساسة وتتصل بيها إلى قرارات بتعبر عن نبض الشعب من خلال، لو اتكلمنا تحديدا على مجلس الشيوخ، مجموعة من منتقاه من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة اللي بتقدر توصل الرأي وتحطه في صورة فنية وصورة تقنية عالية، وبالتالي بتضمن ان اتخاذ القرارات في القضايا اللي بتخص المواطن وبتخص الوطن يتم اتخاذها بطريقة علمية وبطريقة بتضمن حقوق كافة المواطنين على حد المساواة.